هلا عيني. هذا اسكن واحد بالكره الارضيه مو صح؟ اي حبيبي. اي زين، ممكن تقول لنا على بيتك؟ طبعا مو بيت، شو على كيف اسمها فيلا هي. اه اوكي فيلا. طبعا فيلا مالتي زين. طبعا هي تمت رب الله، يعني هي الا شويه. اه اوكي زين، عرفت قد مو؟ اي عرفت. وشنو هالفيلا؟ شنو بس الفلاح مال حديقتها. أيه. زين اعطيه بالشهر ايش قد؟ والله ايش قد؟ 5 دفاتر زين وثلث ساعه. هاي هديه زين. اوكي فشنو الكلب مالي؟ خاب الكلب مالي بوليسي. اوكي بيش شريت الكلب مالي؟ الكلب ما اقول له اخاف يحسدوني. لا 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 تخاف. يلا خليك يلا. الكلب مالي والله بيش بيش. هذا الكلب مالي داير وبنيج. اه اوكي اي عم نوع عمني زين. هذا كلب عم نوع عمني. طبعا هذا يستحي مرته يعني شلون محضرته ما حد يصوره. اه اوكي اوكي خلينا نكمل زين. زين زين اقول لك صور سيارتي. صور سيارتي الحمراء هاي فور طبعا. اوكي يعني من جبتها؟ من الزباله هاي؟ لا يا زباله. اه هاي لا متى تعرف هاي؟ حضرت كلب مالي ادربع السياقه. هاي شفتوها؟ يلا هاي شفتوها. يلا عافيه كافي. الله يسلمك. مو تليفون مال بابا، هو مالي زين. طبعا هذا تليفون تشوفون بيه زين بيش والله. لقد ضحك شفت بصمك على كيفك. خلي ضحك العيد شوي زين. هذا تليفون مالي بيش والله بيش بيش زين. الحديقة هاي مالت من؟ هاي الحديقة طبعا مع علاوة ابني، علاوة صغير زين. زين هاي الحديقة طبعا هاي المناظر انا زعتها ساعة مو شوفون عيوني ايش قد. مو بدك تكمل على الحديقة انت وين طفرت؟ خلي خليك يلا خلي مو عاد ارد شوي اتعاقل. اه اوكي زين. قول له هو هذا تليفون شوف زين. هذا من يم هذا الاسود؟ طيزوم معاهم نشوفه. طيزوم شنو؟ طيزوم زوم. اه زوم. اوكي طينا زوم. طينا زوم. هذا طبعا كلب مالي زين. هذا المدرب. دقيقة طيني فلوس مال زوم. يا زوم مال زوم هسه سويت زوم زين. لا لا اوكي. هذا الكلب شنو؟ هذا يومية طبعا سبحة زين. هذا منو هذا اللابس ابيض يمه؟ هذا هو المدرب ماله. شوف شو لازمه؟ هذا الحراسة. اوكي يعني هذا حساس بس يجي حرامي هو سوي. لا صدق سوي هيجي زين. وراسن راسن يقف الحرامي. لا زين طبعا السياره البيضه شوفها عليها ضوء عليها. اي هاي السياره البيضه مال الحمودي. سيد. اه يعني هسه هو بيها مو مال الحمودي. هذا حس فيلا. هذا الحمام مال تكسكوباته. هذا الحمام مالي طبعا ايش قد والله زين. لا فهمنا. اي اوكي كلش كلش غالي كلش كبير. زين هذا الحمام مالتي ما قلت لنا على السيارة. ها؟ ما قلت لنا على السيارة. هاي البيضة؟ ايه ما حمودي. زين ما قلت لنا على شو اسمه؟ شو اسمه؟ ال هذا. هاي الفيلا؟ ايه. هاي الفيلا تتش عليها خل عدل لك. بس الهول مالتها بقيت هذا الباك. صور الباك كله حبي. اوكي. اوكي كمل. هذا منو هذا؟ هذا مدرب مال السجان مالي. زين تقول انه وين مرتك؟ اوكي. مرتي انا اقول لك المرة. زين انت ايش كم وحده متزوج؟ ايه اني لا متزوج. انا ما متزوج. ها وتعرف انه صار عقلي صغير. زين من جبت جهالك حبيبي؟ ها من جبت جهالك؟ اه هذا سؤال محرج. هذا سؤال محرج طبعا. يا محرج. لا لا ليش حرجتني احمد؟ انا ايش حرج زين ليش؟ ليش؟ ايه شنو احضروا هؤلاء؟ زين فايش اقول لك شنو؟ صور هاي بالله جيبسي. صور هاي جيبسي ارجع عليك حبيبي. هاي شنو هاي جيبسي؟ هاي جيبسي مالتي. مقطع نمبر 2. اخي العزيز ما هو اسمك؟ انا طبعا اسمي لا اقوله اي نعم مو تعرف يعني اشغاله هو خاف قال يسوق يشوفوني. زين اخي العزيز قل لي انت ليش جاي لامريكا؟ حبيبي انا امريكا طبعا هاي مدربة هاي مدربة بس انا مالتي. زين ليش بدك تطلع هسه مسالناك سؤال واحد ليش جيت لامريكا؟ يا اخي ما اريد اخرج حبيبي. تعال تعال خلنا نشوف شنو مالي. تعال يوم تعال 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 بسم الله. تعال اه حكينا انا بابا طلبني بابا عيد 10 دولار. طبعا ماتي بابا بوسيدك. لا لا بابا بوسيدك. ها هذا زين هذا منو هذا اللي تبي بوسيدك؟ هذا طلع ويا بنتي زين فدسيت الحمايه مالتي البودي كارد. البودي كارد مال التليفون. اه اوكي هاي بيها ماتي طبعا هاي مال مرتي. صور عليها.
زي مو استوك تقول ما عندي مرة استيسع. زين ممكن تقول لنا تشقد عمرك؟ انا عمري 14 14 انت تقول لنا علي قلي عبار لا دخلوا ها سيارة ها سيارة مال ابن حمود ها آه. بابا هذا ابنك مو صحيح؟ اي ما هي هذا حمود ها اوكي زين عين حمود بيشتري هذا مالتك صور عليه اوكي اوكي عيني شكرا انتهى الاتصال ومع طبعا هذا الرجال اللي قلنا لكم علي الزنقين بس هسه هو حزين يمكن يشوف الصاير هسه نسأله حبيبتي ليش حزين عيني؟ باقي فلوس ها باقي يعني هسه انت فقير صح؟ زين مناظرك وين؟ هاي وين؟ ايه كلهم باقي صوب الحديقة يعني مثل هاي قصدك؟ هاي كلهم سياراتي بس بعت كلهم؟ اوكي شلونك انت؟ والله الحمد لله انت شلونك؟ الحمد لله والله مشتاقون اني مشتاقون شنو يعني مشتاقين ها دلع ها دلع زين ما تقول ايش ده تقرأت هنا؟ ايه والله تعرف البزنس وايد انا رجع فلوس زين ليش يقول لي بها صور مثل هاي وما كرتونيه؟ هاي كرتونيه تعرف يعني شلون؟ ما تعرف يعني جيت موند شويه فانت رسمتها يعني قصدك؟ يعني هذا انت سويت الكتاب؟ اي هذا شيء نموذجي نموذجي زين زين اقول لك هذا من هو هذا اللي يقولون عليه هو كاتب الكتاب؟ اي هو هذا شو اسمه هذا الكاتب فاتر قبل ايه هذا طبعا هذا حمود ابني وينه؟ هذا زين شو اسود وانت ابيض؟ تعرف عشان انت مريض هم عيني؟ ايه شو اسمه هذا هاي شنو يعني لطمت كلي ولا شنو؟ ها؟ لطمت ولا شنو؟ مو بس لطمت ها؟ يبوه مو بس لطمت تعرف الحب معذبنا شوية الحب بيمن؟ عذبنا الحب شوية ليش قابل انت مو متزوج مكمل حبيات لا عم انا متزوج بعد من جبت هذا اللي ما تقول من جبت لعب؟ ابن اخويا هاي شنو اللي تقول ابني؟ والله شاقه وياك ما انا احبه اسميه ابني يعني خوش احبه ها زين تريد وحدة صديقة مثلا؟ لا كل شيء ما اريد. هاي شنو؟ شقد خليني في اغنية. شنو؟ غني. شقدي كذبا النسوان وش معنى ونصدقهن؟ بحي بحبيبتي هاي صورها. لا شقدي كذبا النسوان وش معنى ونصدقهن؟ حطن على الجرح تيزاب. اخ يا ريت الله يعذبهن كذابات حيالات. رجال يما فدوا يما فدوا يا قزي يلا كافي باي.